زولي ثمتنا خزولي سمتنا خزول مرة وإذن خي غزان ديهن الديثا نذور تغاوم أمر بدا إجن توارا دي إمالاس إجن توارا دي سيمانا ثم ديث الجمعة 22 زحي العاش 2019 نسيتي ما كي خص سعدو من وقت الصباح نسيتي ما كي خص سعدو الوقت يشنا أمر بدا غنخذ شوية مواضيع ينازو الزيسن شاش اللي تمديتها دي اللايفة أكيد وم أكيد شنت نزمارة دي نيخ غريدة يمكن ثلاثة المواضيع مواضيع في سوسن ماشي في سوسن ولكن سوار خذا في سوسن خر وقت وقوي يعني واختي وينهور وقت الطاس ما مش تسنم يعني زي السادو سونا ورا النيخ عاود النيخ نحاول ديري اللايفة في النخ في سوسن مش ديري ووار سر معنا ماشي بالضرورة بنا ما دي السوار الطاس يزمع حتى نوار ضم الزيان الزيز دي السيوض أخر مهم نسيتي ما كيخت السعلوم الوقت الصباح يشنا كيخت الصباح يجن تساعد ربما نيخ كتاش ويت روست أنا بدا سما سيجن الموضوع ضم الزيان وجي شغل الموضوع يجن الإشارة يجن الحدث يجن تمسراش تمسا توقع دي تندين تن فرانكفورت مارد زريمس العياشة جينيس بارتاجي القنصليات العصابة العلوية دي أوروبا جينيس بارتاجي باش شاشن نيخد الصحضان أدويا إريفيا بالخصوص لأن دائما المستهدف مزوارو يتغيما بنادم نيخ أفغان أريفي دي أوروبا باش حولا خاص ضحشان خاص إيران ذا سنين قاش كذا مغربية قشك تسيد زي المغرب قد دولايا قد تهتم والزيوم قد كسي يوم منوس أقا قد قوم الندوة قد قوم ينشطن علما أنه إريفي النهارة وخص نبوز شطحن وخص نبو وخص نبوز هو وخص نرديج نحاجز ولكن عزون تصغف نصن إذا سنيسي الاحتلال أعلوي المهم ذي وشان السفت ممش النيخ ذي نجو ممساقع مرا يستهد شذا سنيني ومساقع ذي ثندينة فرانكفورت تنضميث يجن جمعية مخزنية ممخزنة مخابراتية 100% ذي ثموات أوليمان وبالضبط ذي فرانكفورت مهم مساقع رايا وا ذايس ندوة ذايس كذلك سمع يجن رغنوج الشضيح ويندمار العياشة اني يقان يقع بذن محمد علوي اني تقن الركوع السجود محمد علوي باش ادسن الحشن خيري فيين ذانيتا ذي اوروبا وبالضبط ذي ثندينة فرانكفورت مهم الندوية ممشني ذي الشاشن يغنباب معروف خاسن وخاضي ليمانيين ولكن معروف خاسن الولاء انسن المطلق العصابة العلوية زقني اقتراحن غا مراكش اقتراحن غا وقادير زقنو متعجيب مساج ذا الكوسكوس ذا حنجاني مزياناني السجادة استن الاحتلال العلوي نهارا قد دفع عن خاص دي اوروبا او منايا يودانا قاين دي هولندا يعني ذي هولنديين قاين دي فرنسا ذي فرانسيسان قاين دي بلجيك ذي بلجيكيين اتختصيثا الاحتلال العلوي سوقرا من الشعب باش اذا الزين نخذ السشنان أذم يجان دوذم ذا بعرشان وذايس من غد غزار نثني تقناس المكياج نيخ من جاس نقاس تمزيخ رحني اختي الشين المهم القرسن أنه الاحتلال ذي أوروبا يتستهدف دائما ثين دام إذي جا وطاس إريفيين إذي جا أكتيفيتيت ما الأنشطة إريفيين الثين دام يستهدف الأنشطة المشبوهة من الاحتلال تغسطع الآلاف الأوروهات يعني لسبب بسيط
باش هذا سينيني ريفيا قا محمد علوي الصباح قا القنصلية الصباح نشين نقار دائما او هذا سنعاود اثنيني الدقة الانشطة وذا نخت نفع دي والو الانشطة ياتينا يكجان سما تمويه هي باش هذا نخسبو ريان ني هذا نخدوخان نقارس الاحتلال العلوي ما راكش المعقول او يثيد اما الدقة الانشطة المشبوهة لم تعد سما لا تسمين ممشقان وعربا ولا تغني من جوع نسيتيم زكايت مثلا خدي فرانكفورت واحد طانشا دي سما دي مساقانا ينا ممشني غيجان امساقان رحني خدي الشين نسيتيم زكريفيين فرانكفورت وما اكثرهم الحمد لله ثندين تحواريين تحواريين نسيتيم الانشطة امثينا وذيسن تحطانشا لسبب بسيط انه الهدف نسنت وجيش ما هو ثقافي نخ ما هو اسم الموسيقى نخ ذي الفن ولكن السبب الناس باش شنن يعني نذارا اجمود مذبارشان ذا زقواغ سيدهم اريفيين اثارا اصبح يشنا في نفس الوقت نقارس انت الجمعية تاتينا المشبوهة الجمعية المخابرات اكجان مع الاسف الشديد ذي سنت يوذان ذيريفيين بين قوسين يعني ذيريفيين بيولوجيين ولكن ثشي تنسن ذي الانتماء انسن عماس ويجي ذا الريف نقارسا كن يوثو ذفن مزبلة التاريخ لسبب بسيط انه ذي الوقت يتوغى غاوة ما تكشمفوسي يا الريف اتكشمفوسي يثمث وميريفيين يقنق الاحتلال كن يومين تقم تشمفوس الاحتلال او تصغمص حتى رصناح إزي غينغ أي ثمثنون سو إني نقاروام الجمعية مشبوهة وذفنت مزبلة التاريخ ممشو ذفن كذلك يوذانك خدما ذي الجمعية ثينا مزبلة التاريخ وذوار ممشني يفسوس الطاس يعني ويستهجبو أخس السوار من زنشين السن إلا من إني لا يسمن ولا يغني من جوع مهم نعذوغ الموضوع ويستنين ممش دوم النيخ نحاول سما عن سيور شويت سما وار يفسوس باش انا وضد نصاص مرة المواضيع إغان خذا أربعة المواضيع قعالوا النيخ دي سيور الخو وزما أثنى عطابا ذو الموضوع المهم الموضوع هو يمكن أثنى عطابا الموضوع الرئيسي ذي ثمدي ثوثا سدو يعني اسم النخبة في خدمة القصر النخبة نخمة مجلس قام ستمازيغت ثفرث ذي الخدمة انرقصة هم الزوارو يجن تعريف بسيط العنوان و إذن يخرخوا النخبة في خدمة القصر من عنان نثني ذي جن مجموعة الأشخاص النوذان بمستويات ربما ثقافية لا بأس بها أو زيس نوذان تغاثن جن الوقت يعذان تنتم يعني زدوذان معتقلين سابقين مختطفين السعدون رحبس التوطفن إمن عيثن سما دير وقت وميتو غيحكم المجرم القتال السفاح الحسن القلاوي توسنن سالحسن الثاني الهدف نسن النخبة يا غاصني يجي الهدف مشبوه أنه مريما ثباند شن حركة نخشن ثقرولة احتجاجية تظهر يوذنا أنهم أقين إذ الشعب فغن ذي المسيرات شارشن ذي الاحتجاجات أوسفيان دممش النيخ ظاهريان أنه أقين إج الشعب أو كونترا نيخ ضد إرمخزن أرمرمي إتسفيان نيخ فنسن إلا قين ضد إرمخزن أقين إج الشعب إلى غاية أضوغن أضطفن الحركة نيخ ما يسمى استعرفت أخس جن الانقضاض خاصة خلقيادة ذي الأفق أذ حولا أذ وجها
الثورة ني نيخ ثقرولة ني نيخ الحركة ني الاحتجاجية تحول انت وجهنت ذي الجهة الرقصة باش ازاي تساومن إيقل عصابة العلوية ذي النيوذان يكشاسن سما إيموشان ذي النيوذان السيد في الأحزاب نسنغ الحكومة ذي النيوذان استفدن يعني سرخدمة ثاثا إتوارخ يجن خدمة خبيثة سما لم تموت للنضال ولا للإنسانية بصلة. المهم يوذانينا ومقال النخبة تلتزم الصمت سقارا وقال لا ثوري لا الضرا ممش النيخ أرغى يوظن التوران حركة احتجاجية مستقلة وغاس لا انتماء حسبي لا انتماء سياسي أرخد النيخ اتبانان او ممش النيخ تنخارة ذيس أممش الدين مثلا ذي 20 فبراير على سبيل المثال وذ ممش تقنهارا ذي الحراك الريفي بعض الأحزاب المشبوهة بعض الوجوه يتقدمن يخفنسن بأنهم ذي النخبة ضد العصابة ضد النظام لكن في الحقيقة نثني خدمن الخدمث وتخدمن حتى الأحزاب يتجان معروفة خسنت باللي أحزاب يعني الدولة نخ القصر من تقنينا تيران دور المعارضة يعني سبيا ظاهريا باللي نثني أقين معارضين رغم أن ثيف تنسن نزمر أذى سنيني المعارضة المتحكم فيها نخ ووفيق بو ممجس قان فرانسيس تمر أذى شانتومات أذى نختي دياري ممجس قان ولكن نفيت نفاء ترجمة المصطلح والمعارضة المتحكم فيها نزمار سليمانت أسنيني كونترو غيرتا أوبوزيسيون يعني كونترو غيرتا أوبوزيسيون نزمار هذا سنيني إجل المعارضة تبانا تد المعارضة ولكن ذي النفس من الاحتلال أقد تيران الزيس ممشخسن بل أكثر من هذا أنه نيثني سنن يخفنسن إلا خدمن العصابة العلوية ولكن تحاولن أذحشن خويدود أذحشن خشعب أذحشن خاصة نهارا قد حشن خيريفيا ممش يوقع يقولني أميقان بن كيران بقورفين وحيد عاش يباند باللي عقد المعارضة يتنتقاد سما ما يسمى خدني بحفل الولاء يقار باللي وغاسن برحق البرلمانيين استفدن الامتيازات ينتقد كذلك التمنيات الميزانية من القصر إلى غاية أرمي وض أذي حكم يحش خويذود يحش الشعب إلى غاية يضمن أمشان الناس أذي ذور بن كيران كسمى أركع نقسمى وذين بوشن رئيس وزراء منبطح انبطاح ونتومي قان بن كيران إذ ورد الديوث ذي الشمات ذي كوبار ذي معليك ذا سي عدر ابن كيران إلي إرينا ربما ينات إرينا لا إله إلا محمد علوي أستغفر الله وورا ونفس الحجث يجيت وني أميقان اليوسفي وقارفو 998 ما يسمى ذي روقتني بحكومة التناوب ينا اليسار ينا الاتحاد الاشتراكي تغسبيا ندي خفنسن المعارضة أقين ضد الحسن السفاح الخطابة نسن سمة تدغدغ المشاعر تمنغان المسيرات الوقفات الجامعات ولكن أمي غيذفن غالحكومة التناوب قالفو 998 الدورنيين يتغيقان باللي يساريين الدورن سما يمينيين والدورنيين يتغيقان دي اشتراكيين نيخي شيوعيين الدورن أذيرين رأسوماليين أكثر من الرأسومالية نفسها الدورن سلملاير الدورن سواقرا الدورن مارا المبادئ ما لا لو صح أنه تغذنت ذي المبادئ وجشاد المنافقين أذكث المبادئ إنسان من اليسار ما يسمى بالطبقية وهلم جرى
أذكث الكرشي ذي زيرو الدور النهارين إنه مقال يسار الاتحاد الاشتراكي أكبر المستفيدين من النظام الحالي إجان نظام العصابة العلوية. إذن باش نكش يعني مجموعة الأمثلة خينا ومقان النخبة يخدمن رقصة نصاصد ثلاثة النماذج أوغان نماذج النغنية يمكن خمسان يخذ عشران يخكتا ولكن أنركز ثلاثة النماذج نخ ثلاثة تيارات. المثال أمزوارو هو ما يسمى بحسب الاشتراكي الموحد في شخص نمقان نبيلة منيبك جاند الأمينة العام للحسب واستنين ما يسمى بالنهج نخ الرهج الديمقراطي خاصة ذني ما يسمى بلجان أوروبا نخ يوذان يتغي ظهر باللقين إقل حراك ذني ذي أوروبا. تيار الثالث أو عن الحزب الاشتراكي ذي الرهج الديمقراطي نطوض غد التيار الثالث والأخير ذي الأمثلة النخ يتعلق الأمر سيني ومقان الحقوقيين يعني من أصول مغربية وأنه مقان يجن مخزني قانس خالد البقاري ذي النموذج أدياس باشا دوم في الساسخ ما يمي ذي النموذج. نحاول أن نسور كل تيار على حدة أخص نكش إجن ثلاثة مينوت أربعة مينوت باش نوضح مدى النفاق نسن مدى الكيل بميكيالين مدى أنهم يوذنا عما سوجين إج الشعب عما سوجين إج الحركات الشعبية عما سوجين سما كونترا نخ ضد الاحتلال نخ العصابة العلوية بل بدون استثناء يتظاهرون سبيانا ظاهريا باللي نثني أقاين كونترا النظام كونترا العصابة ولكن دي العمق نسن نثني خدما العصابة عن سبق الإصرار والترصد أو أذن دنساس الأمثلة يعني ذي النتائج إغان وض زي القراءة المتواضعة إذا هم دنتك أنسيور مثلا المثال أمزوارو إجان الحزب الاشتراكي الموحد مرا تعقرم أولا سما باش قبر ماذا دفخ نشين ونتناقش بول أشخاص ولكن نتناقش سما الأحزاب ذي الإيديولوجيات ذي المراجع ذي الخلفية إغا تنتمان يوذنا ينا. إذن ممشني غوخط ظهارا باللقين كونترا المخزن كونترا العصابة ولكن دي العمق نسن خدما العصابة بكل ما أوتوا من القوة. أدنصاص المثال أمزوارو انتاني توميقان الحزب الاشتراكي الموحد ذي الشخص هو أميقان نبيلة منيب إدي تسنهارا غي الريف باش تحاول تربط الريف سميق المغرب باش تحاول التسبيين باللي أقاد سما إق الحراك أقاد إق المختطفين ولكن الحقيقة نسنيت إلا ثني أكبر منافقة تعزو أتطف أمشى الناس أذا استقم أمشى سجين يعني الأحزاب الماضية يعدن. هذا ندنوكش المثال الذي يثبت مدى نفاق ثنتا أميقان نبيلة منيب إذ يطفق نهارا بالتصاريح صحفية حوارات تريفيزيون سبينتيد كمعارضة للحكم محمد علوي مرتع قرم 7/10/2015 تغذين جن إجوم خمبر دبلوماسي جاع المغرب ذا دولة السويد والسينخ مدع قرم مروث عقير مدوم دنس فكا أنه ممشنيخ 7/10/2015 أذيك كا إجو إجن الصراع إجو من غير جاء الدولة المغربية ذا الدولة السويدية ما غالي أن السويد أتسجن موقف إيجابي تغط صالح يعني لصالح الدولة البوليزاريو قد ورت النير المغرب تغط صديق إيكيا المهم وقعت مشاكل دبلوماسية تيمقرانين المغرب ذانتا ويغيسك باش هذا دفع خل مشروع المخزن خل صورة الاحتلال ذي روج الأكاذيب ذي خارقا ويسكبو شن الجن
ولكن يسكني أميقان نبيلة منيب من غذيني نبيلة منيب أو قذيني عاد الحوار نعاد قذين كش الحوار دوزاب كش الحوار الأولى الثانية الثالثة من تقار قبل لي ومثروح غسويد في الناس الحكومة نيخ الدولة السويد باللي المغرب بلد ديمقراطي باللي المغرب بلد دولة القانون باللي المغرب يحترم حقوق الإنسان. يعني تصورت في 2015 فقط أربعة إسقوسة زقامي أتراح أتمثل رغم أنها تغوغاس لدي جن تمثيلية لا سياسية لا وزارية تغوغاس لدي جن تمثيل داخل الدولة ولكن وخي مني فطف أول تيارة تروح باش تدفع خدولة العلوية ذني تان قرصني ريفيين انهارا اكتش نفوسي نبيلة منيب اتقن الخطاب المعسول غاسج الخطاب ذي استمنت مروث فهمد ذي السياسة مرت حللت سطحي وها أشتوي أذا اشتار نقارسا إريفيا قنبلة منيب قذروح غسويد باشا ذستيني السويد قال المغرب بلد الحريات بلد الديمقراطية بلد يحترم حقوق الإنسان. أنعذو زي التيار نيخ المثال التيار الأول إجي الحزب الاشتراكي الموحد أن ننتقل غالتيار الثاني إجان النهج الديمقراطي بشد نثبت بشد نسبيا باللي أورنتا إجن تيار سما منافق باللي إجن تيار خزو معشوقي باللي إجن تيار إكس شعارات رنانة فقط بشد يوض غا الحكم أذي راح أذي شوية باستيلي أورنتا ممجسقين إذ رمضان أني إجان أقبر وزيسن الحزب الاتحاد الاشتراكي ذو المرجعية اليسارية بين مليون قوس. المهم ما ننذور غال حسب هو أميقان النهج الديمقراطي ما ننسج الموقع النس الرسمي الصفحة النس الرسمية خاصة النسخة الفرنسية ذا يسج الشعار زريخت شنار معي والسنخشة مكسنت ما عاد اقتديني ذا يس 26 مارينخ غا لاباستيل يعني يتدعاد غا المسيرة يتوقن ذي باري ولكن كان من المنطق والعقلانية يعني انسجاما إيق المبادئ بين قوسين اليسارية كان عليهم يوذنينا أددعان دسن غا المسيرة الجمهوريين إيق رفضن الملكية للاحتلال العلوي ولكن ما الذي حصل التيار والرهج الديمقراطي وديوسي شغيريفيا يتمنن باستقلال الريف وديوسي شغيريفيا يرفضن سمى الملكية التي تسود وتحكم بل أذكثن كرشي لزيرو أذحن أضحضان ذي المسيرة إيقال الملكية البرلمانية الدفاع عن النظام ملكي كسابقة ذي التاريخ اليسار للعالم وذي نيجي شل يسار ذي العالم يدفع الملكية إلا اليسار المغربي العروبي. إذن أو ثواسي تنسن غالمسيرة يواثا والتسيشا لأنه سندد شاشن نيخت همث ويذوذ نيخت الشعب أبدا ولكن كرسالة مزواروت خصت سبينا باللي الحراك اللي ضمغره في قرنشتين شارش دايز كذلك حراك اجتماعي او ازون كذلك باش اتسبينا باللي قا كورشي مني توقي عندها قا سقوانتي النومي قان امغربيا نيخ اهربطيا نيخ فاسيا اغاجة اجل العقدة واش تجين لا تفغل لا تعبر التواجد النش وتا ذي العقدة اغاسن. اذا الرهج الديمقراطي تقدس كل ما هو عربي ربما الشيء الوحيد العربي هو تقدس سمى النهج الديمقراطي ربما الرسول العربي ذو القرآن العربي يمكن يدعى بالحاجة الوحيدة الغير سمى يجن تعرفت وتقدس اثنين أما غير ذلك كل شيء من ديوسين ذو عربي تقدس سبحان الله.
إلى درجة أنه تعتبر تسمى فلسطين قضية داخلية، قضية وطنية. كيف يعقل أتعتبر رجل بلد يجيش 13 كيلومتر قضية داخلية وطنية في نفس الوقت ترفض إجن حاجب قناص الجمهورية الريفية إغاية الحدود مباشرة إجل المغرب؟ ذاني تان السور نسور النسخة الفرنسية زي الموقع نسن اشتان خان عدو غن النسخة العربية هجمن خل مسيرة أكل مرات زريم ذين إجن تيشري إجن حركة ربما تسمى أموسو قناة أكر يعني كتزكشار تربة ينا السن إجن التنظيم نيخ إجن التيار نيخ إجن حركة النوذان ضحايا المافيا العقار غزات التناقض الخطير غزات الإزدواجية الخطيرة إذ يظن يناء مقان اليسار الدفاع يدافعون مخف خلمافيا العقار اكتشان تيمورا يبوبريين يمزغن الجنوب لسبب بسيط أنه يذن الضحايا والجنبو ضع عربا ما عليك ضع عربا يريد دفعا قسن يريد تبنن القضية نسلم مش تبنن القضية الفلسطينية بل أكثر من ذلك أنهم تعتبر الحركة حركة شوفينية يعني عنصرية لسبب بسيط أنها قارس لا لمافيا العقار واش تورم والنيجان دا يساري يتامنس المبادئ اليسار أدياسيق الاقتطائق الإقطاعية إق الحركة الإقطاعية اكتشان أقرع عباد الله لا أعتقد ينا يعني حركة موالين نخ منبثقين نخ الامتداد لما يسمى بالتيار البعثي المجرم الفاسد العربي فقط أما اليسار الحقيقي عما سينا مسدن مقان اليسار لأنه كيف يعقل أيثنا الجنقان تذا يساري لكن ضد الهوية الأمازيغية كيف الجن ذا يساري يدافع عن الملكية كيف الجن ذا يساري ضد تقرير المصير للشعوب تصورت مثلا كنيو أي صاري ظالماني أقد كونترا الهوية الألمانية يقبري ترعقل أبدا أتراح غيجو يساري ذا فرانسيس وانت ضد اللغة الهوية الفرنسية التفهم ويجي مغا لأن يوذنا يسند اليسار زي المصدر النس الحقيقي يجان ذا الغرب أما يعروبيين النخ اليسار النخ الملكي يسند اليسار ذي المبادئ النس مانيس يسند تنتيد زي ميشيل عفلاق ذي سمى ذي الباع دمار صدام حسين إجان قربن اليسار كشي ناس يجن صبغة عروبية قومجية سمى ضد الإنسان ضد الهوية ضد أي حاجة تتعلق بالمبادئ اليسار المهم ونتا ويستنين السور اشتراك الموحد النفاق الناس السور خراج الديمقراطية النفاق الناس رخون انتقل غا التيار الثالث يجان التيار الحقوقي التيار الحقوقي الأغلبية نسن ربما أنيني 100% مروا قذخ أذبلغ يتحكم فيهم 100% أمني اثنين من الأحزاب ظاهريا سبيانا ديخفنسن باللي أقينيك الشعب الدفاع عن الحقوق ويذوذ مشى في حدود مثلا خمين السوارخ الحقوقيين هنا وزمان مثلا السورنخ الاغتصابات إيقا
الاحتلال العلوي لبعض المختطفين ضد الأسرى الرهائن ريفيين يتجن على ذي محبس وزمان السورن خل اغتيالات من الاحتلال العلوي في حق يوذان نعرف مثلا عماد العتابي ينوز مطع طبان شهيد ينغيف رمخزن أعلوي سقاطس سورن قاذي النعام هناك تجاوزات دقني المصطلحات يجب القطع مع الزمن الماضي يخسنخ الانتقال الديمقراطي دقني المصطلحات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولكن المواضع الحساسة ذي النقد البناء المباشر الموجه للاحتلال ذي الأجهزة القمعية ذي الأمنية ذي مارة وزمع الدوران ديني نقارس نشين الدوراني وثمون وها المهم يوذانا ينا غاسني جن الحق دي جن الكراهية ضد يوذان يعزون تقرير المصير لأنه نشين ما مش نسنا يثما ونيجان مثلا حقوقي يتمن المواثيق الكونية الدولية الحقوقية المتعارف عليها على المستوى العالمي يقارب اللي تقرير المصير حق من حقوق الإنسان لا نقاش ولا جدال فيه مريجن الشعب يعزو ذيك الدولة النساء ذي حكميخ في النس النيث توفرنت ذي الشروط ذي حق النس وينومي قال الحقوقيين يغسد دافعا الشعب ناريف يعزونا غاستيري الدولة عوض الاستهزاء عوض سما استكن ذيجن الحقد الكراهية ما مش تقنينا بين قوسين ومقال الحقوقيين المزيفين الحقوقيين يدفع عن خل الجلاد يدفع عن خل النظام الحاكم نخل الأنظمة الحاكمة من نتصور مثلا إسبانيا الجمعيات الحقوقية للحقوقيين الإسبان أدانوا جنيجن إدانة لتعسفات البوليس إيه إسبانيا في حق المحتجين وبل دافعا حتى في كاتالان يعزوا الاستقلال واعتبروا باللي الامر سما واقعي باللي ثمسراش حق من حقوق الانسان ذينا امقان الحقوقيين وجهوا امو مخزنيه وامقان خالد البقاري ومن على شاكلته اذن نيثن يقين ضد مازيغت ضد سمى الحقوق التاريخية الثقافية السياسية أقين ضد ياريف ذي ريفيين ضد ثمازيخت ذي مازيغا عموما وما مجدهم دنيخ النموذج سمى النوذانينا يتظهر أنهم يدافعون عن الشعب ونيتهم قان خالد البقاري ونيت الشخص هو لأن تغصص خطير كنموذج باش أخذت السيورخ لفضح نفاق هؤلاء الحقوقيين يتظاهر باللي حقوقيين لكن حقوقيين على المقاس المخزني وزما فغن خل إطار إذا سن يصوى إذا سن يرسم الاحتلال نخ الدولة ومقال الدولة العلوية الشخص هو إذا استكاريجن جنشت إذا يموزع ذي اثنين يسقوا سيعدان ومن وض نقرر أنق المسيرة ذي تاريخ يتغيت صدفا عيد العرش المجرم محمد علوي بنادم هو يفقد يسمى يموزة يتدوينات يهجم تخانخ ويجي من ويني ما غالي أنه غاسج الحدود منوعة يعذو ولا بد يستضيف ذي المواقف الذي دفع سيده المسمى محمد علوي والخطير ان ابن دموا يتصور اسم الحراك وذين ربعه ذي ريفيين دائما الريفيين البيولوجيين مرا السين غنين دغيليغ مرا يضحش وها ما كيصدحش ما راي بدك يسبدن ما راي قيمك يسقيمن
المهم يجي الفريق للعبيد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عبدا المسمى خالد البكاري، عبدا تقناس الركوع والسجود مغا لأن السورطة عرفت يوذانا ينا كتسنمثان شكثا سما زي النضاشة زقعاويشة زي زي عريف نرغوست ينا سما ذي العبيد يواني تومي قان خالد البكاري. مع الأسف الشديد لأسباب ربما معلومة ربما مجهولة رغم أنه نقاج نتغوري النخ نسن السبب إتجان ينا إتجان دي سمغان تمنزان أذيرين سما ذي العبيد و إتجان أصلا ذي العبيد محمد أعلوي بنادم هو يتمارس الوصاية الكاملة خارف او تقدم انتيد في بعض المرات كناطق رسمي باسم الحراك صراحة نشوى فيه مخ نبيلة منيب تصور سي اسم الحراك خالد البكاري تصور سي اسم عريف النهج الديمقراطي تصور سي اسم عريف عارف مسكين دا يجير وغاسوي خاص غي السيور الحومه وسين المغربيين خاص السيور سبحان الله العظيم واش كمرات السيور الخاص قال اش قال مطالب قال ارضيه قال مبادئ الحراك كوريج ميزاج دي تسجا كوريج ميزاج دي تحجا ايش سو زرو ايش صدا كوريج ميزاج دي الشا ولكن ينا قوان التويري مشى نبيلة منيب والتويري مشاو ياك خصك نيو النواضة الراج الديمقراطي وهادو مدي تبين شا يتبانهم ديوباض نار ديم الدكر يتخسنا على الريف سور ينا دوم دي تبان هاد الشكالان الخطر خارف سبحان الله العظيم. مهم سما ما يمي يدصاص خمانا يا مارة ما يمي دسيور اختيار هاد الاطار هاد الخطر نسنت خارف الحراك أنه مؤخرا تغادي نجي الندوة ذي طنجة من تنظيم ما يسمى باليسار المغربي يجي التيار يساري قناة الجبهة العربية التقدمية كين دي نجي الندوة سمانت تحت عنوان الوحدة العربية صورة تاريخية ورهان استراتيجي ماني ذي ثندينتي مازيغن ماني ذي طنجة ثارفش وروح نبوغا غال السعودية نيخ غال الكويت نيخ غال الإمارات أذقن الوحدة العربية المزعومة. بل أنه الغريب في الأمر أن العرب الأقحاح إني جنت عرب نيشة إي سعوديين إي كويتيين إماراتيين إي قطاريين أقين مرة كونترا القومية العربية والدفاع عن القومية العربية فقط الشعوب ويجين بوضع عربا اي سوريين ويجين بوضع عربا اي مصريين ويجين بوضع عربا اي مزدغن شمال افريقيا ويجين بوضع عربا ذينا قدفع عن خل عروبة باش ثبتن الا نثني ضع عربا رغم انه ممشني العرب الحقيقيين ما يسمى بالعرب العاربة وتعترف زجوذا شمال افريقيا كضع عربا وما را اعترف زيسن كضع عربا تعترف زيسن عرب من الدرجة ثنين نيخ ثلاثة واحد وثنين ذي سيمانة ثنية عذان كذلك وأنه مقال الرهج الديمقراطي كذلك ذي نظم إجي الندوة ذي النظوة مهم استضفت وانيتو مقال الناطق الرسمي باسم الحراك وانيتو مقال البكاري نهار السبت يعذان كذلك تغادين إجي الندوة من تنظيم النومي قان حزب الاشتراكي الموحد سدو اسم الحركات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب شاشن دايس كذلك المحامي النومي قان عبد المجيد أزرياح الأمينة العام الحزب نبيلة منيب والناطق الرسمي باسم الحراك الريف النومي قان خالد البكاري. إذا الملاحظة زمنية مارة أنه مباشرة سمى التظاهر ذي الندوات ذي المحاضرات
أواني الاختطاف ذورنت ممنوع مرات لحظة يذور باش تقذ المسيرة نيخذ الوقفة نيخذ الندوة ديالريف أواني الاختطاف يذور ديج الفعل إجرامي حسب خاص القانون المغربي ومراخسة السيورد خارف ذرهم ناريف يخسة تحت غاربات يخسة قاعدة غدال بيضة ذياريف وغاك بور حقة السيورد خارف وغاك بور حقة السيورد خيريفيا وغاك بور حقة السيورد سيس من عريف ولكن مرخصة السيورد سيس من عريف أتيني القنش داري في الدفع الخارف يقارش المخزن قاعد غيار بات أو نهارا يوقعي جن تطور ملحوظ من يوقع دير وقت توغانا زون السيور خارف يخسيري فينا قاعد نغال المغرب نهارا يوقعي جن تطور الحمد لله يصبح أن المغرب النية هو دنت غيار الريف باش هذه السيور خارف ذي الهموم ذي المشاكل نهار الريف فهم مشان حاجة؟ شو فيهم خوالو؟ ست السيور الخارف إما تقع الغاربات غال المغرب نيخد تويذي مغربيين غيار الريف اش السيور الخارف وحرق فكاخ ما الرسالة وفيهم خوالو ومرة أول النوذانيين الأحزاب الحقوقيين مرة اليساريين أزونا ثبتني جنحاشت أن الريف ذو المغرب أشتو ينتمني ذو الندوة ذو المحاضرة ذو التزريوين ذو التامرة لسبب واحد باش ثبتن باللي الريف جزء من المغرب باش ثبتن باللي إريفيين قا ذي مغربيين او عزونا دارنا الريف سما وغير وحتى ذي الندوة تنسل وغاك برحقة السيورة تمازيغت اواري تيري فقط استعرفت اوارا مقارو ذي الموضوعة ذي جنتبرت رسالة إريفيين ما مشت وارم يجون شخص نيخ تيار سياسي نيخ حزب سياسي نيخ جماعة حقوقية نيخ كما شئت إجان نيخ إجان نيثني العدو النشا يعرفه العدو الهوي نش ذي العدو مزروي نش ذي العدو يعني ننثوسنا الثقافة نش ذي العدو الرموز نش كذلك يدفع خي علويين يدفع خي الرموز العلوية او اقف ضد حتى باش الدفع شكا يعرف يخثموات النش انتقف كونترنش كيف يعقل ابن ذموا نخيو ذنينا اذيرين الدفع خصغاث نعرف ني خيري فيه ما يمي وانا اسقسي مزوار اسقسي ويسنين واش لابد واني غاي دافع عن خاريف واني غاي جرح قدي دافع خاريف واش لابد يخسدي رضا مغربي ذو هذا اسقسي ويسنين انسبد ذنيتا الموضوع يكمل أنا عذوق الموضوع ويسنين يجي الموضوع هذا يسنسيو ليجن 10 مينوت نسمث استعرفت قناة التعري يعني تكسدار وذا تعري ثو عاريين تستمازيخت ذو هذا الموضوع
واثنين. مهم الموضوع تعري. مهم تفاجئ نش ما مش تفاجئ مكني وما مش تفاجئ انا الطاس إريفيين بسبب جن التصرف نزمع غاخا سنينين إجن التصرف مشين إجن التصرف منحط إجن التصرف لا أخلاقي أبطاله يسمى إذباب نفضيح ثار من عنان ربعا ذي مغربيين إي مغربيين أينا عما سوى الجين ديريفيين عما سوى تنتيمين غيار ريف أوراغ الأخلاق ريفيين أوراغ الكرامة ريفيين أوراغ المبادئ الريفية بصلة يوذان أينا وسين زيرقوش يعني وسين زي المغرب تيسع نعم تعيشن ذي الريف خرقن ذي الريف دان ذي الريف مغان ذي الريف لكن عما سوان ديمجن لا ذي الثقافة النخ لا ذي الأخلاق النخ يوذانا ممشني خرقن ذي الريف مغان ذي الريف مشا نثني وجي نشا الزينخ نشين وجي شا الزيسن يوذانا ينا تظاهرن أنه ما قينا كيذنخ كسينا من وسيا الريف تهتم من القضية الريفية ما شمنيا يبقى مجرد افتراء ونفاق يوذنينا وخا سبيانند نخياض أروض نعرف تغيمان درباراني خارف مرض زرين مارا يفهم دي جن ثلاثة مغربيين كسنا الروض إنشا تضمن إقناصة سبحان الله مهم شقيخ القراءة متواضعة التصرف ويجن تصرف مشبوه تصرف غير بارئ نهائيا أكد من شاش القراءة غورين المتواضعة الموقفة ونيتا نشقاق باللي تصرف والمشبوه وثتغي شزقو ذنينا بل أقذين أطراف نغني إذا اسمع خسني جن إجن الضغط باش الجن ربما نسمى في بوريا نختغيورية ثانيتا مغا ما يميقاخي وذانا غاس العلاقة إج أطراف ريفية خارجية من زيوذانا وذ مونا نوذان ديجا دافع عنخ الاحتلال علوي هجم دخانخ سبناخ شتمناخ إذا سمى العصابة استغل القابلية نوذانا لنا باش تسعدوج الموقف نخرخو موقف سمى ذنيء منحط هذا لا يعني أنهم بارئين وراني اثنين جزء من المنظومة المخزنية نخ العلوية نخ الحكومة نخ النظام إذا التصرف هو تغازي الدرجة الأولى تغازون خميغاكين ثم الفعل اني ونادي يصغى الله فذيك صاروض بما أنه مع الأسف إريفيين النخ عاطفيين تزرن وهذفان وهوسين من وذفان غامان على أساس خميغاكين ثم الفعل اني أدسني ريفيين النظفان أتفي ريفيين مرة فوندي الله فضت سوان فيديوات أتكسن أروض باش تريدي جن فضيحة كارثة بكل المقاييس دورك ما مشي نخرخو
تغترجاني ريفيين نظفا. او غاخنا مادي جطا سيثنا ادي كاي جدي كيجن كلمة طمزيان في الفيسبوك ادسني ريفيين مرة تضفا. مثلا نريد الملف المطلوبي مرة ريفيين تضفا دارين في الفيسبوك نريد الملف المطلوبي ثورتني يعني انتو غادي نجن الهاشتاك انا ابن الحسيمة ونتا موقف سما قبلي ولكن وجبهم مرة ويديورا نقنش دميس الحسيمة قبلي ما يمي ودنوري نحن أبناء الريف مرة ريفيين وزرن أنا ابن الحسيمة سكوشي ما غالي أن يهون عارفين إجن بنادم بسيط ذي تحليل الناس ذي تفكير الناس ذغيا السيوان ما مش تخصد مع الأساس دونك المخزن يغمى على أساس الصفر دينا سما وجنبو ذي ريفيين إجن زيد غلاو ذات غلاوين إجن زيد وكالا نجي نوسخ ما يزدين عاق الناس قاك اني وغامبو سما لا شعرف لا كرامه وخذ كسمع روض نوم قاعة النوم تكسمع روض نوم الاحتلال محمد علوي الناس قد ما لاني ترجاني ريفيين نظفا ولكن الحمد لله الحمد لله انه ريفيين وقين شاء الكارثة يا يريد الفضيحة ذي رعادة قانخ نتخوز تشيف غنهار دونك قاق باللي العصابة ثغامة باللي ريفيين اضفاني وذاني ذا حد قنداني ثنيا مرات عارض نصاورا نشد عارخ لكن يتضح باللي العكس او من تو غاية رجاء الاحتلال اعلوي ذيو ذانا يخدم نسمى ما مشني غوجين دي ريفيين حتى ذي قارن سن وسميز دن عاقل موين دغلاوية ونفعن وشفعن وسميز دكين ريفيين وقتين عن شازي مانايا باختصار يا إثما باش نعذو غير الموضوع مستحيل للمرة الثالثة والرابعة والعاشرة والمئة مستحيل ذي النييري نجن ضم غربين ذي دفع خارج للمرة الألف مستحيل أذي النييري نجن ضم غربين وشيخ رق ديارفني خيم غادي يعرفني خيم رش زيارف مستحيل أذي النييري نجن ضم غربين أذي دفع خارف ما مش غايق وان أذي دفع خارف نتا أولى زيد دفاع خيخ في الناس واش نبي لامونيب تسد الدفع خارف نتا أكبر بناء عشوائي قد يربط ما يمي وثروح نبي لامونيب الدفع خاربط النهج الديمقراطي نسن إلا 90% مغربيين ذي معاشن ذي متان لاسبيطال ارخد مثل المستقبل ادياس النهج الديمقراطي زيار بط زي المغرب غيار ريف باش ذي دافع خيريفي التسنب الى منيب زيار بط نيخ زيفاس التوث 600 كيلومتر باش التسغى الحسيمان الدافع خيريفي ادياس واني توبي قان خالد البقاري أديو يوازي المغرب أدياس غايا الريف هذي دافع خيريفي واش تورم تسمى يقبريت العقر واش هذي إجن دا فرانسيس أدي راح غاو إنجليز نيخ هذي راح غاو ليمان أدي دافع خو ليمان نتا فرنسا ينقيت الجوع واش تورم أنا يا ناس شان المنطق شان اللوجيش نيخ شان اللوجيك أي ريفيين أثي ريفيين قاوة ذيني بو مغربي وشاذ الحسب نيخ حركة نيخ التيار حقوقي نيخ ذي الجمعية نيخ ذي المنظمة تا مغربشت الدافع خارف تومت اورينو الموضوعة اتسبت خدم
الموضوع يمكن دم كارو من زي الموضوع عم كارو ذي 500 توع هو نيتا دخيا ويجنا 4 ساعات جيغاس يسم الموضوع حليش مهم ممش النيخ العنوان حليش بوبريسيتو بين قوسين ممش السلميريفيين أثيريفيين يصداد رابع يعني فارض النات خل المحكمة الإدارية موجدة يعني القرار باش أذكسن نيخ استعرفت عزل الرئيس البلدية من النظوة ذي النواب نس أو هذا سنجمد نيخن جرد ذي العضوية مغا حسب القرار المحكمة يدي صدار القرار العزل ثنا بلي سبب ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو القرار المحكمة هذه توصدر أواني ومسقن عن المحكمة ستهم المنسوبة إي سيحو ليش زي العامل انتندين تن النظوة كذلك التقرير من العزل يتوابنا يعني خيجن تقرير نيخ قرار العزل يتوابنا خيجن تقرير أنجزته إجن لجنة قانس لجنة تابعة للمفتشية المركزية للإدارة الترابية اسمح ثايا يورنا مرة استعرف قطوري المصطلحات المحكمة أمس زوارو يثمى في السماء شخصيا نيخ نشين وانجيشا إقل قرارا لا يعني وانجي أكيدس وانجي ضدنس يعني الموقف النخ زي الاحتلال ذي العملاء النس واضح والموقف النخ سما زي حليش ومن على شاكلته واضح نسي وردغاز في مناسبات عدة مهم أن أعقل يخسن أن أعترف سي جنتي ذات يجموار يخسن لابد أثنيني والنومي قال سليمان حليش إيقا الطاس التجاوزات الطاس الاختلالات خاصة تسمى زقوغزديس العقار التعمير حوليش يوضاق فوس نيجن اللوبي من العقار ذي ثندينت ننظر وشان تيمورا يوذان السطو المصادرة استغلال المشاكل اسم العائلية الورثة يتاذ في اللوبية ويستغثم مواثنية و سي سليمان حليش يسعدو ياسن الرخصة باش بنان العمارات ما شا في نفس الوقت سي سليمان حليش تغي استفاد وران تزي الوضع يعني استمازيخت خمير اسم غير كشار رخصة يمكن اسكشن يجن قطعة أرضية يمكن اسكشن شن نبني يمكن اسكشن تين عاشي يعني زي الجانب هو حليش ويجيشا مظلوم يعني يجيثنت سمازيخت أويد أغاك أغا شار رخصة كشايد تمنية نهار مران سيور سليمان حليش إذ ورد المليونير وزم محمد ينيخ ملياردير ولكن ذي ورد المليونير ميخسا ذييني ما نيزي كت من يتسي حوليش ما ينت يوفع حوليش ذمي سيو بوبري ذا معاش ذا متع وبابس وزدي جيب هو قراض الوارثة ولكن نهار مرا نروح غاسا غاسنا في سمر فروس تيم قرانين الكرب ليمان ثمورا المشاريع عقراء إلى آخره إذن جيجوغز ديس نشتم كلمة حق القاري توجبون الدفع خلق قرار العزل
يجان صادر خل المحكمة الإدارية وجدا لا ولكن تيذت تنيني من النرخو يجيد ماشى مهم قبل ما أن كسمى القراءة أن كمر سمى خنقدي يوثار سوا أولا تلجن أمي ما مش استعرفت قانس نتاج للشعبوية يقوض النهار غل الممارسة السياسية ذي النضاء ذا الريف نيخذي المغرب ويسترثا جاهل سمى الذي التسيير الذي التدبير نيخذي الشأن العام ماشا العصابة نيخ المحاكم الاحتلال العلوي تعامل بشكل من الانتقائية ما كان استعرفت ما معنى الانتقائية يعني تخضاد قوذ ماون ذي النيوذن حاسبيثن ذي النيوذن قاخد من الشغر نسان رغم أنه ذي النيوذن قينتي مسرايين كتازي من يقى سليمان حليش ولكن سليمان حليش سكنت حاسبنت حكمت حد النغني والحسبن والحكمن وخاس السور او قاخ أنه وذنبو البلدية نخذ الجماعة نخذ المجلس الإقليمي نخذ الجهة بين قوسين دي المغرب وذايس والاختلالات بدليل يجن تقرير ما يسمى تقارير مجلس الأعلى للحسابات نخل المفتشية العامة للداخلية يعني التقرير اللي قزريد قتو غيكيث جطو قيوك شاستي المجرم محمد علوي يقات تقريرني باللي وذين تجي شال الجماعة نخشى الجهة نخشى البلدية بين قوسين دي المغرب وشات الصفة وذيس الاختلالات انتوخونا ذي الفساد دارشو وذين تجي لكن التعامل يقحليش تغث انتقائي دونك الملخص منايا هو ان العزل ما مجاينا يجون دوكرينو هو امن غير المصالح الشخصيه بين الفاسدين وذي دقه المواقف الفاسده من القران يضحى سالفاسده مزيان الاحتلال العلوي وزما يضحى سالفساد من القران دونك يضحى سالفاسد يجان فاسد وجبوضه مزيان ولكن مقارنة إقلفوا الساد النغني إتغيما ضم الزيان أو لابد سما كلام لابد منه أن سي سليمان حليش يفقد جيجن فيديو يقار باللي وميتو غيجا الحراك ذي عريف بالضبط ذي النظر من ينا ينا باللي العامل يترغى ياسن دي سنكاريث انتغاثن عشن تجيرث باش اضوضن اضسقان الحراك ذي النظوع ينا ذي الوقت النيت وغتشمخ القيمة نعيز خاوم تقمغ التليفون باش اضوم نسقسي ذي مسير ماشا وميزاخات كمرم في نضامة خوارا وذينا ينا السيحو الليش من خساديني منايا يخساديني باللي حليش كان ضد الريف ضد المصلحة نعرف ضد المصلحة ننضوع ضد مصداغي خاصي صوتا على أساس حسن دياوي الحق أو يكشاس نسوع روع يروح يقال انبطاح المطلق للاحتلال في شخص النومي قان العميل إلى درجة أنه إيشاش يوذف ذي اللعبة باش اضقضانخ الحراك الريفي المبارك خاصة ذي ثندينة النظوة نفس الشيء يقيد والنومي قان عبد المنعم الفتاحي رئيس المجلس الإقليمي ندريوش نفس الشيء يقيد يعترف الزيت والنومي قان محمد الفضيلي رئيس نبنتيان ينا الوجوه ينا وتويق نشا باش الدفع عنخ المصالح نعرف نخ الساكنة نعرف
ولكن توجن دي المراكز هنا باش الدفع عن المصالح انسان اثبت الولاء انسان المطلق للاحتلال العلوي. ثالثة التبرد امر ريفيا قال استعرفت ارتموا يعني روح تصن ذو حسين المخزن أن المخزني وني نهز زوم غي كمر أكني وين ضغى وفراغ حليش إمن ضغى وفراغ يضفع يني ذا سيزوان غلم زبالة التاريخ في أفوق أدياس سمى الدور خربعاض النغني ريفيين يتحاول أن قدم جميع الخدمات للاحتلال مقابل باش خاصني يعذر ذاني تنقارسني وذنا الاحتلال العصابة العلوية عمّاس أخو مفاضر أو غانخ ذي التاريخ وعبر من يجا حزب الاستقلال السحو الليش واش كتقدم الخدمات اذا سيقدم حزب الاستقلال العصابة العلوية غم قارون دانتن غوفراد واش كحليش ذيني جانا مشك اتقدم من الخدمات اذا سيقدم الاتحاد الاشتراكي الذي انقذ العصابة العلوية ب 1998 من انهيار وشي تغى الدولة العلوية تغيماياس 5 مينو تسيب الدور يسد النوم قان ليوسفيني الاتحاد الاشتراكي عاونت سعدوناس المرحلة الى غاية 2011 من دسيقة الاحتلال نخل العصابة العلوية انضاء غوفرة واش السيحو ليش ذيوذاني جانا مشك الخوانة نعرف أتقدم من داس تقدم بن كيراني محمد علوي وميث ينقذ في 2011 ذي الحراك نيخ ذي حركة 20 فبراير راميتو غادي نجن حراك سما مغربي ريفي إيمون يسد انت الخائنة ومقان بن كيران إن أنقذ الاحتلال نيخ أنقذ العصابة العلوية من السقوط غوم قارو من داس جيني بن كيران اندانت غوفرة وغوم قارو طبيعة الحال ويجي شادن قارو انو ميقان الخائن لهم يسرم ذن الخيانة السحو الليش وانو ميقان إلياس العماري واش كتقدم الخدمات اذا سيقدم إلياس العماري العصابة العلوية غوم قارو اندانت غوفرة واش كتقدم ولو واحد ذمية زمين يقدم سمى إلياس العماري المجرم الاحتلال ومع ذلك وخس يعقير داري خوفرا ميخسا دين اغدي بنايا مهما تحاول ميريفيين أخو مياضة الاحتلال أخو مياضة محمد علوي لن يرضى عنك وقبر على ذكر إلياس العماري أدكري جن إشارة بسيطة إلياس العماري يروح الحزب البام يروح وغايت تفنى مشان الحزب البام والنوم يقان أخنوش حزب الأحرار حزب الأحرار ذو خنوش السنة اللي وغاسي تيريه ومشان ذي عريف دونك العصابة أتسك في النوم يقان نبيل منيب فاقم في أفق الزيسني كمر لذنا بيلا منيب لذا خنوش أضمن دان غمز بلت التاريخ وذي استمر النظام العلوي ذي ثو ذات الناس في أفق ذي تاوي وزي غيس عدو المراحل أضين داغ وفراد أضي تصنع وجوه جديدة الزيسي كمر أضين داغ وفراد كإشارة بسيطة في نفس السياق أن الاحتلال العلوي من يتك مريم ما يصنع شان الحسب نيخشان شخصية سياسية إلا
يتصنع ضد الطاف النسيج فريق كروي مثلا وميديو سالبام غير الريف الاحتلال الذي سقى ما يسمى نجم الريف سمجه سقى نجم الريف ياك الحسيمة نجم الريف الحسيمة شباب الريف الحسيمة عفوا وجبوا نجم الريف قناة شباب الريف الحسيمة يسد بشكل متوازي البام سا إلياس الخائن سا يقز دي جنفاريق قناة شباب الريف الحسيمة باش لأن يوذان الشباب تعجيب أسن تشمت زمة تطفل عن طريق الكرة إلياس العماري يوضى البام يوضى شباب الريف الحسيمة إيه هو وسخك يحصر ذوي الستة وروي السبعة أخنوش نفس التكتيك أدياس وخنوش أزدسق عن فريق كروي بين قوسين وخطو غيت جاقبر والنومي قان حسنية يتمثل في النسب اللي يتمثل الأحرار يتمثل أخنوش مغا باش الزايسي غيطفج النسبة المؤسمة المنتخبين المصوتين يسميهم كما شئت والنومي قان القجع يتجنمي سنباركان يمكن رئيس الجامعة الملكية ورانتا يسد باش هذيد سقعدن سقعدن اتكيدس نهضة باركان اتسيح التركيز ورمخزني تقنفس التكتيك في إطار العمل الخيري والاجتماعي مثلا تغادي نجم جمعية ذي ميضا كانت جمعية الفتح لتصفية الكيلي ورانتا نسبنت نخص تحوذ نخاسي انو ميقان الباميين الخوانا باش ازايس خدمان المشاريع نسن السياسية خلاصة القولة يثم باش كيوم كمر الموضوع أن العصابة الاحتلال العلوي غزة غي سياسيين دل الأحزاب السياسية كحفاظات ومقان الحفاظات هو ليكوش إحنجاني مزيانة الأحزاب السياسية بدون استثناء ذي رغبة النوم يقان غابة محمد علوي يغزى غاسم رمخزن كحفاظات مريما يقسس عديس العصابة العلوية يرقفيت رجع من غثق أتبدر الحفاظات جديدة أمري ما في سيد إجن ليكوش ليكوش هو ذي الأحزاب السياسية أزاي ستستعدو إجن المرحلة أزاي ستكمر المرحلة أتنضع ممش تنطع ثيمات ليكوش نميس خميتيري والسخن طارف غوفراض تماما أمني إقنطا رمخزن أعلوي مرة ويزي غيكمر المهمة إيكا أوبرمد نسيور خل عشرات الأحزاب السياسيين قد من خدمات جليلة العصابة العلوية غمقارو يتضح أن الجزاء إنسان هو نفس الجزاء ممش النيخ انتيبات إقنطا ليكوش خميتيري يوسخ في أفق التوي ليكوش الجديد أزاي ستسقى 32 ساعتين وذني 32 ساعتين تصادف 4 سنين 5 سنين نيخ توافق 4 سنين 5 سنين ذي المرحلة السياسية نوض عن جارو من الموضوع مهم غير ما دايج الموضوع يفسوس والسين خما غامر وقت تتحسم ما تكمر خوار ما الا مهم 10 مينوت واخا وحرخ الصراحه نحر شي حاجه ولكن ما رايت مثنخ عزونا نكمر عتفاد نكمر 10 مينوت مهم نرى من السلسلة التي نمزيد دون كان كمري 10 مينوت إذا خيط غيمان مهم ستي مخ
1920 سكور شي جا فيسبوك ديوتيوب سيتي مخا كش مع 10 مينوت ضروري ان سيورت شويه خيج موضوع نورمال خص كره ما خزن السوار ان سيورت سما خيج تنظيم داري في قنص نار ان اير ناسيونال اسومبلي اوف ريف جمعيه الريفيه. مهم نسيتيم المهم مشني خاصكش من 10 مينوت ماكسيموم. العنوان الحلقه تسمى الموضوع عن كارو قناص نار وميقان تسمى جن التنظيم داري في يعني المركز الناس اللي خمان يخدم دي اوروبا والمقر الرئيسي اقاث دي اوسلو دي الوقت الحالي. مهم ديني جن خطه مخزنيه مخابراتيه احتلاليه خطيه تهدف تهجم ممش مدقش انت مسرشت تسوار خارف اي مؤسسه تعرفش تدفع خارف تزوى تصوض اسم نعرف العالم الا وانتف باللي الاحتلال علوي يسمى اسكيزد يوذان الوجوه باش خزد هجمه ممشن نخلاياهم مؤسسات سمى اجتماعيه مثلا مرادينيش المؤسسه اجتماعيه تعرفشت ربدا تيري غاس العراقيل مثلا انك جمعيه اجتماعيه تعاون مثلا انعضاض دياري في بوبريه نتبنيد الى اخره خميني غاد هو السع غيار الريف باش اتصيوض شن حاجه ثيري فيين مين توقع تبدانا جد الديوانا ذي بنينسا نخذي الحسيمه ذي رمويه واش تجين هو تعدول تقناش العراقيل صدوق قوزانش سملانش باش عماسة تفكا ذا تيسيد شان حاج تسازي أوروبا التويد غايا يثماش غايا عريف في المقابل ذا الجمعيات تي مغربيين هو كنت مثلا غا المغرب وانت جيش ضد نسن عادي ولكن الدولة توفر جميع التسهيلات الدولة سهوان خاسن سدف ناس برا العراقيل برا المشاكل برا هذيش الحاج ولكن ما لا تهوي الصغير الريف تصيود شن حاجه يا الريف واش تجين بو تعدود ما هي وما لونها مثلا ما ننسي ورخ ما هو ثقافي المؤسسات الثقافيه ذيني مثلا مجموعه النودان ديال الريف نهار الدفاع مثلا اللغه الريفيه الدوله واصل توفاو راديش الحاجات باش نتعاون الخدمه في المقابل مرات واحد غا المغرب ني خايسوسيا ني خا الاطلس الجمعيه ثاني المؤسسات الثقافيه واخا الدفاع عند خمازيغ مرانسوس توفر راسن الدوله جميع الشروط ولكن مرا يعرف دائما العراقيل والعراقيل والعراقيل او سما المؤسسات السياسيه فحدث ولا حرج رانسي ور المؤسسات السياسية وذين بوشن حاجة تسود الاحتلال العلوي أنشت منظمة ريفية سياسية مستقلة صافي الدولة يرق في تروجع أتفو غير خاصة تعزوليكوش إذن أي محاولة أتوق ذاني تذي أوروبا على أساس تأسدش المنظمة نيخ جمعية باش تدفع خريف من يتوقع اثنين نحوايج واحد يتحول المخزن اذي اختارق التنظيم النية اي تنظيم اي جمعية اي مؤسسة ريفية الا والمخزن يتحول تختارق او
مثلا عن السور اسمع ربما جروبو نسخاروف مثلا ذي سيوذان خدمنا على الريف سوور تخسنا على الريف سوور يعز خسنا على الريف سوور وهذو يوان غزث الطا سيوذان نسخاروف لكن من يقر مخزن واش يتجيشات خدمة ديروقا واش يتجيشات خدمة ذي عرح إسكاسن ديش تنايني بواخصم إجن تنايني كشاون مدرثة خاوضنا سنديني كورشي ومشكل ذا فنطس إذا نيخت وراء حاجة مزواروت هو الاختراق وحتى تنظيم النار نار كتنظيم حتى نار تغي السكاز در مخزن يوذان باش تختارق ولكن نار ذي جنحيض مزر وزما تختارق إذن أين قد سنم ذن رما خسن ذن السوار من دان غل مزبالة وفي المزبالة التاريخ ثقيم نار قد قوى غزاث بكل ثبات ومسؤولية ثويس واحد نيخ الاختراق ثني وزمانة اختارق من داس تقر مخزن يتقاس الشيطانة مثلا قايني ذر مخزن قايني ذر مخابرات قايني طفن التمنيات قايني صغار راق المعتقلين قايني قاي ربدا قتحاول نسجن الشيطانة بشريفيين وذي ستقين شاكو ذاني جندي التنظيم النار نفس الشيء يتعرض تنظيم النار نهار تنظيم النار يتعرض يجي الهجوم ماشي ذي التنظيم سمى كتنظيم ولكن ذي الوجوه إذا يخدم يتحاول المخزن بكل ما أتي من قوة باش ذي حاول ذي يعريو ذا النار الشواطن قفون خل حراك أقفون خل مطالب الحراك أصغر رقنا إثما تنسان ونهار ذي الوجوه نغني يقارش قخص السحاب نار الفون ذي الحراك باش سنقشر الحراك يسحاب الوجوه دونك ميخسا ديني الشيطانة يا إثما يني تشيطنان وزمانة ثبتن ما نينيس المعطيات لأنه وغاسن رديج الدليل خيوذان مثلا النار أذي تصاصن دليل باللي خدمن المخزن نيخ وجينشا إيق المصلحة العليا لبلاد الريف لكن ما مش نيخ تحاولا أذشيطنان مارا ويك خدمن داخل التنظيم وإيق جان تنظيم فقط وغاس عادر ذا سبقى سبقى متوأس مهم العقب غاس خاروف يا إثماء سخاروف ذيني يوذان تشكلا سن العقدة ذيني الجنزي الدين هاخ إني جوز التاريخ توري ذا الرايبي جميلة خميت متاي توفيت من دار أم نستنسى 24 ساعة أنت يستورد خي درارين سخاروف استهزاء الزيس المغا لأنينا اليساريين العروبية تغط غير أسنع الريف أكثر غاسن خيسم إذن إثني غاد جرح قد سيور نخارف ومتغيس وجوه جديدة شباب وغاسن لا انتماءات سياسية لا حزبية شكلسني جل عقدة دونك مين غقل إخسد قيمن هجمن خسن هجمن خسن أرثن غسمن لنا سمحنا دو يوانا ضحن ولكن نشين وانس تسليم شا وانسمح شا وانطاوحشا أردن خياوح صدى رب العالمين مهم خمين السور خنار قانت فكا إن شاء الله ذي من ديوسين أكي خيري وماثن موسى الفتحي دوناتي جانس ماد المنسيق باش هذي السور أكثر تنظيم النار ماشا تغتنم الفرصة يا إثما ذي السماء باش أنجيجن شكر يمار الأعضاء الناس الأمانة العامة الناس يوذان المنخارتين تبارك الله رخون بقوا غميات منخارت يالله ما مش عاد ينعظم سمى الانخراط تبارك الله ميا أو تتاغس قريفيين مارا أذن خارتم ذي نار أتقم التقظ السن الله التقظ فقدمت أيريفيين أو يعني الأمال الأخير تغغام ذي بعض المؤسسة تقين ذي أوروبا يتضح الله يقع خسنة الاسترزاق سيس من سنتوها لكن تتارز زيوما تقم الثقة ذي التنظيم النار أو أتنخارتم كذلك الانخراط ضروري أو كذلك ذي النربعات النحويج
ودي شاذر وقت ذوم ثنتي دنيني ولكن توعد كنيو أنه ذني الخبورات تعلق نسمى صنار نشين عمباس وذوم مني شن حاجت وجبو تني عمباس من زيد خوام عمباس من قوشن شن حاجت عمباس من صخار خوام القارة وما يتماع أقذين رخبورات سبحان تعلق نسمى تنظيم النار لكن ودي شاذر وقت باش ذوم ثنتي أخبار مفرحة أخبار والله العلي العظيم أحمد الجيك نيو أتقم تقى تضاغت ذي التنظيم النار مشى وخيا مني انت تتارزي ومحتى نهارا أتقم ذي نار أضعف الإيمان أتسجلم الإنخيرات نوم أي إثماء ذي إسماء مهم نوض أي إثماء غون قارو مور نحن السيور تباك الله ساعتون سطس مشى استهجم من اكتا سوينين قرا وما يثما ذي اسماء امسى قالنا ان شاء الله اذيري اس الجمعه تجاكني ذي رمان ذر هنا اثقى دوم